إذا بشأن تهديد ميليشيا الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر ما أنتج أزمة في النفط داخل اليمن، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي. أستاذ ياسين، مرحبا بكم. يعني خلال استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن، شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على ضرورة الوقوف بقوة أمام تهديدات ميليشيا الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر. بداية، كيف تقيم تعاطي المجتمع الدولي مع هذه التهديدات المستمرة منذ ما يقارب الخمس سنوات؟ تحية لك وللمشاهدين. بطبيعة الحال الأزمة اليمنية للأسف الشديد يعزى يعني سبب إطالتها إلى الموقف الدولي الذي رهنها بجهود دبلوماسية متعثرة لا تمتلك أجندة، لا تكترث بالتأثيرات الكارثية لهذه الحرب. ولهذا أعتقد أن المجتمع الدولي حال دون أن تمضي الحرب باتجاه تحقيق أهدافها الأخلاقية، وهي إنهاء الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب والفوضى في هذا البلد. للأسف الشديد نحن أمام جهد دولي متعثر يمنع أن يحصل الشعب اليمني على حقه في السلام والاستقرار. وللأسف الشديد جهود المبعوث الأممي اليوم تأتي بعد ثلاثة موفدين دوليين جميعهم انتهت مهامهم بالفشل، واليوم المبعوث الأممي للأسف الشديد لا زال يستكشف إمكانية توصله إلى خطة للسلام في اليمن، وهذا عبث لا يمكن القبول به، بل ويوفر غطاء لهذه الفوضى ولحروب الجماعات المنفلتة والخارجة عن القانون، وفي المقدمة منها بطبيعة الحال الجماعة الحوثي الإرهابية المرتبطة بإيران. نعم. والجماعات الانفصالية التي تحاول أن تفرض الانفصال في جنوب البلاد في مسار عبثي لا يمكن، إذا ما استمر أنا أعتقد أن مأساة اليمنيين ستتواصل إلى ما لا نهاية. ولكن أستاذ ياسين، هل تعتقد أن الوقت تغير وأيضا المعطيات من جانبها تغيرت أيضا، ما يعني تحرك أقوى من المجتمع الدولي ضد هذه التهديدات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية طبعا بالنيابة عن إيران كما تفضلت؟ طبعا المجتمع الدولي لو تحرك ربع بل 5% من تحركه إزاء الغزو الروسي لأوكرانيا لأمكن إنهاء الحرب في اليمن وتحقيق الاستقرار في اليمن منذ سنوات، ولكن المجتمع الدولي للأسف الشديد مقاربته للحرب في اليمن هي المسؤولة بشكل أساسي عن إطالة أمد الحرب، لأن هناك أطراف المجتمع الدولي تبنت أصلا أجندة الحوثيين ودعمتها وغطت عليها واعتقدت أن الحوثيين يمثلون شكل من أشكال الموازنة الطائفية في اليمن، وهذه في الحقيقة كانت مؤامرة وأسهمت إلى حد كبير في أن تأخذ أو يأخذ مسار الحرب هذا المدى الطويل في اليمن ويلحق هذا الأذى الكبير بالشعب اليمني، ما بين طبعا إفقار وتشريد وقتل واستدامة للأمراض وانهيار للمنظومة الصحية ومظاهر كثيرة جدا للأسف الشديد اليمنيون يتكبدونها كمعاناة يومية، لكن المجتمع الدولي لا يلتفت إليهم. على ذكر الجانب الإنساني أستاذ ياسين، التهديدات كما تعرفون انعكست على إمدادات النفط ما رشح أزمة في الوقود في اليمن، من الناحية الإنسانية ما تأثير ذلك على الوضع الإنساني والصحي في البلاد؟ التأثيرات خطيرة جدا في الحقيقة. المواطنون معاناتهم ليست جديدة، لكن عندما تصل الأمور إلى حد يعني انعدام المعروض الحد الأدنى من معروض من المشتقات النفطية، فهذا يعني أن قطاعات حيوية تتأثر إلى حد كبير. أيضا تعلمون أن المشتقات النفطية مرتبطة بحياة الناس اليومية، الوقود اليومي، الوقود المنزلي، الناس يحتاجون إليه في الطهي إلى آخره. هذا الأمر في الحقيقة أكثر ما يفاقم معاناة الشعب اليمني ويضاعف من الكلف المادية من أجل الحصول على لقمة العيش. اليوم السلعات يعني البترول على سبيل المثال والغاز الطبيعي الذي يستخدم كوقود في المنازل ارتفع سعره اضعاف مضاعفه، واحيانا لا يتواجد في الاسواق، وهذا في الحقيقه يمثل احد أسوأ مظاهر الحرب. من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي، شكرا جزيلا لكم.